عن آخر في الكلام. لا 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 انتهت الايه ذلك الف... ما... ذلك هو الفضل الكبير اصلا وين بكون كبير الفضل؟ وين تكون كبير الفضل؟ لما يشمل هذول كمان فلذلك انتم امه جايبوا مجتبى ما يحرصوا الواحد ما يدخلش النار يعني برضو اما هو على الجنه على الجنه بشرط ايش؟ مؤمن جناته عدن اللي ظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات بس السابق بالخيرات ما هو يدخلها طوالها والمقتصد بيدخلها بس الظالم لنفسه اه لانه في الشفاعه الشفاعه في شفاعه لناس استحقوا النار يشفع لهم ما يدخلوهاش بدخلوهاش وفي شفاعه لناس دخلوا النار برضو بمستويات برضو بمستويات كله في احاديث لكن ما فيش مؤمن بيبقى في النار ومن الادله اللي بترد عليهم هذه الايه الظالم لنفسه هيو في النهايه وين؟ جنات عدن طب كيف؟ ما هو بيدخل النار لانه لازم لانه بيطلع لانه بيطلع منها تبعتوا كيف؟ اذا لا خلود لمؤمن بس ديروا بالكم في ناس ممكن يظنوا انهم بعدهم مؤمنين وهم مش مؤمنين وهم مشركين اصلا خصوصا اليوم اللي بيعترضوا على حكم الله وبيريدوا غيره غير حكم الله وبقول لك مسلمين بكون مشرك هذا هو يرفض حكم الله وبيعرف انه حكم الله بيعرف انه حكم الله برفضه وبيقدم عليه حكم بيقدم عليه حكم الكفر ولا يحب ان تطبق شريعه الله في الارض هذا مشرك هذا مشرك يعني مش يظنوا يعني ان يوم القيامه بيحاسبوا على الهويه يعني شو مكتوب فيها لا وما تظنوش يعني انه كل من زعم معناته مؤمن طيب الان لفت انتباهي معظمهم هذول الناس اللي بيقولوا انه لا من يدخل النار يخلد فيها اي واحد بيدخل خلاص فيش خروج تيجي بتقول لهم طيب والاحاديث اللي بلغت مبلغ التواتر هاي اللي بلغت مبلغ التواتر استمعت لو لواحد علامه لحظه الحديث اللي ذكرت لكم اياه في الماضي في المره الماضيه اللي هو شفاعتي لأهل الكبائر من امتي شفاعتي هذا الحديث بعض العلماء قال يكاد يبلغ انه متواتر يعني وفي علماء قالوا بل متواتر تمام سمعت علامة شو بقول هذا حديث ضعيف هذا باطل هيك يعني كله واشغل اللي تلامذة اللي قاعد بدرسهم اشغلهم في ايش جاب لهم طريق من طرق هذا الحديث اللي هو عن جابر رضي الله تعالى عنه لانه طرق الحديث هذا بالذات عن جابر فيها احيانا مقال قدامهم تحدث عن الحديث اللي مروي عن جابر بس ما قالهم ما قالهم انه اروي عن انس كمان اروي عن الصحابي فلان اروي عن الصحابي فلان آه راح في اي طريق اخذ اخذ الطريق لجابر رضي الله تعالى عنه وقال يعني تحدث عنها بصفة عالم حديث فبالتالي بين لتلامذته انه ضعيف هذا هو انه شفاعتي لاهل الكبائر بعدين قال لهم حتى لو كان صحيح هيك افهموها حتى لو كانت هذه الاحاديث صحيحه ما هي لما تتناقض مع القران فهي ايش مش بسميها فقط ضعيفه مكذوبه بقول ومش بس هيك وبقولوا في هاي من ادخال اليهود كمان شوفوها والعجيب انه هذا هو لسان لسان اكثر من واحد منهم مع انه بربطهم مش رابط بربطهم مش رابط لكن اتجاه عند بعض الناس الان الملاحدة انهاروا في بلادنا هون والاسلام زحف العلمانيات كلها واليوم يبدو القضية في محاربة الاسلام من عن طريق مين ما انتو شفتوهم ما انتو شفتو في مصر ناس كانوا مغطيين ومشايخ وما شاء الله ليش الان شو بقول هذا اول شيء تناول هذا الحديث لفت انتباهي انه هو بتناوله راح فقط في ايش في طريق عن جابر ومرات حتى عن جابر بكون اكثر من طريق لذلك انتبهوا مرات بتجدوا الحديث نفسه بيقولوا ضعيف 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 صحيح انت بتتفاجأ طب كيف يا هو ضعيف ولا صحيح اه من هذا الطريق ضعيف من هذا الطريق ضعيف من هذا الطريق صحيح من هذا الطريق حسن طب بمجموعه انتبهتوا كيف لانه الحديث بيكون فيه له اكثر من سند اكثر من سند في منهم بيمسك بسند ضعيف كان قال لك حديث ضعيف بدليل هيو 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 ضعفه فلان تطلع اه والله الحديث ضعفه فلان وبيكذب وبيخبي انه الحديث طرق الصحيح كثيره وبوصل الى درجه التواتر قد شفتوا هاي واحده ثنتين هذا العلامه هذا هذا العلامه اللي بكون له لحيه طبعا وعلى راسه في شو اسمه آآ لاحظوا بجيب حديث مشان مشان يبين لهم كيف بتناقض مع بدهيات القران الحديث شوفوا بيجيبوا احاديث بيجيبوا احاديث بيجيبوا احاديث بقول لك بتناقض مع القران اولا تكتشف انه فيش تناقض اه وما اسهل ما انهم آآ آآ يضعفوا احاديث صحيحه جابوا جاب حديث هذا العالم العلامه بسموه تلامذته جاب حديث اللي هو الحديث ما يلي يجيء ناس يجيء ناس من المسلمين يجيء يوم القيامة ناس يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب بذنوب مثل ايش او امثال الجبال حديث ثاني هذا أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى <applause> إذا يجيء يوم يوم القيامة أناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على من؟ اليهود والنصارى قال لهم تفضلوا تفضل هذا مش بتناقض مع مع العدل الالهي اللي في القران الكريم هاي بتناقض مع القران الحديث هذا صحيح اولا اولا لاحظوا في مسالتين المساله الاولى انه ما اجاش قال لهم هو شوفوا الخيانه الخيانه ما اجاش قال لهم انه الراوي شك أنه الرسول قال يضعها على اليهود والنصارى هو قال انا شكيت طب قلهم للناس انه الراوي اللي روى الحديث هذا شك ما قالش قالهم حديث بصححه تفضلوا وهي بطاط وما قالش انه الراوي ايش بشك انه الرسول قالها ولا ما قالهاش انه يضعها على اليهود والنصارى انتبهنا هذا واحد اثنين خلينا نقول صحيح خلينا نقول صحيح أنا ليش بتكلم بهذا على فكرة لأنه جيد مثل هذه المسائل هي اللي ممكن الآن تكون مداخل لنا مشان نفهم ديننا برضو نفهمه من خلال هدول الناس نفهمه خلينا نقول صحيح الحديث أولا لاحظوا إيش يقول الرسول يجيء ناس شو يعني ناس اذا بعطيك صوره من صور يوم القيامه انه في هيك وفي هيك وفي هيك ومش في ياتي رجل مثلا مش في بياتي رجل يوم القيامه الرسول صلى الله عليه وسلم بيعطينا صوره يجيء ناس يوم القيامه ناس ناس من المسلمين اذا كل الناس يعني كل المسلمين ولا ناس من المسلمين ناس من المسلمين هاي اول خيانه بيخون فيها وهو يفسر الحديث اثنين بيعتوا بذنوب امثال الجبال طيب قولوا لي انتم درستوا في المدارس حديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم سال في صحيح مسلم اتدرون من المفلس درسناه في المدارس شو قالوا أه المفلس فينا من لا درهم له لا ولا متاع الرسول صلى الله عليه وسلم شو فهمهم المفلس مين المفلس من امته صلى الله عليه وسلم ما يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد المهم شتم هذا ضرب هذا سفك دم هذا امشك فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته